بحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفارس سرحان العنزي من الصبل الصافنات بطلا لسباق الصبلات الخاصة على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للقدرة، والفارس يوسف صالح من الصبل الأصايل بالمركز الثاني، والفارس محمد عمي من الصبل أحمد الفاتح في المركز الثالث، وذلك لمسافة 120 كيلومتر وسط مشاركة واسعة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للدعم الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لسباقات القدرة، وهو ما يسهم في تحقيق كامل الأهداف ودعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة، خصوصا أن سباقات القدرة تشهد مشاركة واسعة من الشباب، مبينا سموه إلى أن رعاية سموه للسباق ساهم في تحقيق كامل النجاح. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدها السباق دلالة على المسيرة الناجحة للإسطبلات الخاصة ومستوياتها الفنية المتطورة وقدراتهم العالية في تهيئة الأجواء المثالية للجياد من أجل تقديم المستويات المتميزة في السباق، مبينا سموه إلى أن الإثارة والندية والتنافس القوي الذي شهده السباق يزيد من التفاؤل حول مستقبل القدرة البحرينية، ويؤكد أنها ماضية في الطريق الصحيح. وأوضح سموه أن سباق الإسطبلات الخاصة دائما ما يكشف عن وجوه جديدة من الفرسان الشباب والناشئين الذين يمتلكون إمكانيات عالية ويحتاجون إلى المزيد من الخبرة والاحتكاك، حيث تساهم هذه السباقات في اكتشاف المواهب الشابة وقدراتها على حمل لواء القدرة البحرينية وجعلها أكثر إشراقا وتميزا، ويكونون قادرين على تمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الخارجية، خصوصا أن السباقات المحلية تساهم في رفع مستوياتهم الفنية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدعم الذي قدمته الشركات لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وموسم سباقات القدرة الحالي، مؤكدا سموه أن هذا الدعم يؤكد حرص الشركات والمؤسسات والبنوك على دعم القطاعين الشبابي والرياضي، معربا سموه عن تقديره للداعمين. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تهانيه للفائزين بالمراكز الأولى، مشيرا سموه إلى أن هذه الانتصارات جاءت بجدارة واستحقاق عطفا على المستويات التي قدمها الفرسان طوال المراحل.